يكون مع مخرج او مع منتج، كيف تتم عمليه التمثيل. فمن خلال هال خلينا نشوف البرامج او الكورسات، نتوقع ان شاء الله انه يكون في تطور. ولا ننسى دور الكبير اللي قام فيه مهرجان دبي السينمائي العالمي، ومن خلال السنوات الماضيه الاربع سنوات ونجاحها، ان هي جذبت نوعيه كبيره او خلينا نقول كوادر مهمه للمنطقه، انهم مش فقط مواطنين، هم عرب اللي هم بس ضافوا الى الخبرات الموجوده المحليه. وان شاء الله خلال المهرجانات الجايه اللي هو مهرجان الخليج اللي بيكون ان شاء الله في ابريل القادم، يعني هالسنه، بيكون له دور كبير في تطوير هالمجال وتطوير هالكوادر المحليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هاي المدينة، مدينة الاستديوهات، بنظرك ممكن تسرق مثلا جمهور الميديا سيتي او زباين الميديا سيتي، ولا هل هي مكملة لمدينة دبي للاعلام وبتي تو انهانس ات نوت تو ستيل اواي فروم ات؟ تعال لا تزعلين مدينة الاعلام علي. ما نبي نزعل مدينة الاعلام بعد. لا طبعا لا، بنكمل بعد. نحن خططنا الاستراتيجية مدروسة جدا من المدينة دبي الإعلام. بالعكس الشباب الموجودين مدينة دبي الإعلام يعني لهم خبرات طويلة في مجال الإعلام. فطلعت مدينة دبي للاستديوهات كانت بعد دراسة، وبعد ما عرفنا أن المدينة محتاجة إلى تكملة، أو هي التكملة الإنتاجية. طبعا الشركات الموجودة في مدينة دبي الإعلام بتظل كما هي وبتطور أنشطتها كباك أوفيس، يعني مقر رئيسي، ممكن يكون المكاتب الإقليمية الميديا والماركتينج شركات الاعلانات وكذا. بس الجهه الانتاجيه الصناعه بتتم في مدينه دبي الاستديوهات. طبعا في يعني الصناعه لها بعد مشتقاتها، شركات الكاميرات، شركات المعدات، الكرينات، في عندنا نحن شركات مختصه فقط في الميك اب، فهمت علي، المكياج، الشركات المختصه في السيت ديزاين اللي بيصنعون لك مدن وهميه، يعني ممكن تتصنع في ليله وثاني يوم تتغير لمدينه ثانيه. هاي الشركات لها دور كبير وبتكون موجوده في مدينه دبي للاستديوهات، لان البنيه التحتيه موجوده، بتكون عندنا ورش، فاكيد فيها بتكون شغل حداده وخشب وصبغ، وهذا هاي مش موجوده في مدينه دبي للاعلام. تكون لنا مكاتب مخصصه، سكرينينج رومز، بتكون هناك يعني مثل ما نقول قاعات عرض صغيره للشركات الصغيره والمتوسطه، تكون في هناك محطات للدبلاج للمكساج وكذا. هاي الامور مش متوفره اليوم هنا. فنحن بنوفر اللي ما كان موجود بس على نطاق متطور وانترناشونال ستاندرد، يعني فقط مش لان نحن محلي، يعني يكون للنطاق المحلي حتى يكون للنطاق العالمي ان شاء الله. وحلقه تواصل ما بين الايست اللي يعني الشرق والغرب، هوليوود والبوليوود، فجسر تواصل ان شاء الله بيكون بيننا وبينهم ان شاء الله. ان شاء الله. بعد كان في فكره كنت تحدثت عنها قبل، اللي هي الويب سايت، اللي هي الويب سايت هاي بتكون مثل حلقه وصل بين الناس اللي هم مثلا talented بس ما عندهم الامكانيه، او مثلا talented but they don't know how to reach there. فياريت تحدثنا اكثر عن هاي الويب سايت، وكيف مثلا انها ممكن تساهم مثل ما قلنا بهال بان يكون هاي للشباب المواطنين مثلا، او يعني احنا الحين نركز على الشباب المواطن لان هم بعدهم في بداياتهم، وبعد لاحظنا اقبال كبير منهم في مهرجان دبي السينمائي كيف كانوا مشاركين بافلامهم وكذا. فهم ك new talents, how is this website gonna contribute in making them reach where they really want to? طبعا الشاب المواطن له دور كبير، واهم يعني بما فيه خلينا نقول القائم في يعني top of the القائمه، خلينا نقول من راس القائمه، اللي هي نطور الكوادر الوطنيه الموجوده. اذا نحن ما طورنا القاعده اللي موجوده عندنا، ما نقدر ممكن نكمل في مشوارنا الصناعي. نحن ما بننتج، بس الشركات اللي جايه ان شاء الله في السنوات القادمه اللي في 2008 2009 محتاجه الى كوادر وطنيه، محتاجه الى كوادر عايشه اليوم في دبي، ممكن مواطنين او غير مواطنين، وتحتاج مساعدتهم، لان ما تقدر تجيب معاها 150 200 300 شخص، مكلفه، العمليه مكلفه مش بسيطه. فنحتاج يكون عندنا كوادر تعرف كيف تحمل الكاميرا، كيف تصور، كيف تاخذ الزوايا، يعني لها تفسير اكبر من هذا. من خلال الـ LAS ماركت، ومن خلال الـ LAS ديبارتمنت اللي هو لوكيشن ابروفل سيرفيس ديبارتمنت، خدمه مواقع التصوير، طورنا هالبرنامج. خليني اعطيك شوي فكره عن اللوكيشن ابروفل ديبارتمنت، وبعدين نوصل كيف وصلنا للويب سايت. السنه الماضيه نحن قدمنا خدمه جديده اللي هي خدمه مواقع التصوير.
لاحظنا انه اذا انت شركه انتاجيه تبي تصور بدبي لازم تلف تقريبا حوالين دبي ممكن 4 أيام الاسبوع لتاخذ تصاريح من مواقع مختلفه. طبعا الدوائر الحكوميه ما قصرت وكانت لها التزاماتها ولها قوانينها، بس العمليه كانت تطول وتكلف. جمعنا هالامور كلها في ون ستوب شوب، مكان واحد، نافذه واحده اللي مدينه دبي الاستوديو. ممكن اليوم كاي شركه اجنبيه او محليه تتقدم عندي خلال ممكن ساعه الابلكيشن تطول وتقدم الاوراق، خلال يومين تحصل كل الابروفلز وتطور وتصور في اي منطقه في دبي او ممكن الامارات عن طريق المكاتب الاخرى اللي عندنا والتوابع اللي عندنا في الامارات الدوله يعني. فلاحظنا الطلب كبير الحمد لله. السنه الماضيه في 2007 صرحنا 850 ابلكيشن تصوير في دبي، من ضمنها كان اكثر من 40 فيلم، كان اكثر من 500 تصوير اعلاني من كافه انحاء العالم مش فقط من دول الخليج والدول العربيه. لذلك لاحظنا انه كان في طلب كبير من الفئات او الكوادر الموجودين لها تشترك في البرامج، يكون كتمثيل او يكون عنده غرض، عنده سياره يبي يطلعها في البرنامج، وعنده مثلا تمثال او عنده اي شيء، عنده مكتبه في البيت يبي يراويها. فسوينا نحن هالويب سايت اللي هي lasmarket.net/.com، ان ممكن انت تحط يو ابلود اول وات يو هاف، يعني كل ما عندك من سيارات، مكتبه، كتب، ممكن تكون الكنبه هاي، ممكن تكون دراجه، ممكن تكون صورتك، ممكن تبغى تمثل، وتتواصل مع الفئه اللي تطلب، اللي ممكن يكون منتج او مخرج في الهند، ممكن منتج في امريكا، ممكن يكون في كندا، وممكن يكون في المغرب، في اي مكان في العالم. فتكون في حلقه تواصل ويكون عارفينها في الفيلا الفلانيه في دبي، وهذا اللي انا ابغى اصور فيها. هاي السياره اللي كنت ادور عليها صار لي سنين، او هاي الحيوان الاليف القطه هاي عندي انا في البيت ممكن اخليها ممثله تمثل. فخلال سنه انت عندك شيء اشتهرت فيه، فممكن يكون وي كول ات فيموس تو ريتش، سو يو كود بي فيموس اند ذن يو كود بي ريتش. فهذا برنامج جديد ومتوقعين منه يكون الطلب كبير عليه، خصوصا من المواهب الموجوده عندنا في دبي. الويب سايت هاي شغاله ولا بعد اندر كونستراكشن؟ لا، الويب سايت ريدي واللونشت نخذت فرصه واللونشت بدايه شهر فبراير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. This is all for today. Thank you very much, Sir Jawad. رواد العطاء العربي وقيادات الأعمال والخبراء والباحثين لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة التي تشمل استراتيجية العطاء الاجتماعي والاستدامة المالية وممارسات المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص والتباعد. والآن أتشرف بدعوة السيد نبيل اليوسف المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بلينابا إلى المنصة لإلقاء كلمة. المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني دبي وعلى أرض دولة العطاء العربي الذي يشرف بمشاركتكم اليوم من أجل التباحث في مستقبل العطاء في المنطقة العربية وسبل تعظيم مردوده على كافة الأصعدة بما يدعم توجهات التنمية الشاملة في بلداننا. رموز بارزة للعطاء العربي اللامحدود، فحضوركم اليوم أكبر دليل على رغبتكم في استمرارية هذا العطاء وسعيكم الدؤوب للاطلاع بأدوار محورية في مسيرة التطوير الاجتماعي في المنطقة. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير لمركز جون ديرهارد للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية في الجامعة الأمريكية في طهران.